السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم دالة مريم غتشارك معكم لي بات ديال البيتزا. دارت هنايا كيلو نص فورس، كيلو نص فورس، شنو اخر؟ 10 ديال السنيده، شويه البزار، الزعتر، والزعتر، شويه الملحه، شويه الملحه. نديرو خميره ديال الدار المعجونه، بحال ماشي الفوريه، غتعجني. صافي. والماء، الزيت، كاس ديال زيت العود، بسبسينا مزيان، كتبسبسيها عادة باش كتجمعيها بالماء. ايوا ها نتوما، هادي هي الطريقة ديال الحريفية ديالنا. الله يخليها لينا اختي. امين اختي. صافي جمعيها بالماء، تتجمع تولي عجينة. العجنو عادي، ما تكون جارية ما تكون قاصحة، عادي، ولكن انا ما تدلكيهاش، ما تتدلكش انايا باش ما تجيش بحال الخبز، تجي مقرمشه. اصلا الا بغيتيها تجي غليظه زيدي لها شويه غير في الغلظ، راه غتجي غليظ. كي انا كيبغيو هي مقرمشه صراحه. انت انا كتعجبني مقرمشه. المهم نتلاقاو ان شاء الله من تجمع العجينه. هانتوما ما شوفوا العجينه فين كتولي. ها هي، هانتوما ها هي البات، العجينه ديال البيتزا كتجي خفيفه. هزها بيدك مريم، المهم زوينه شي. المهم دهناتها بشويه الزيت، دابا دارتها في هذا البانيو واحد الساعه، وتخليها واحد الساعه تخمر، تسد عليها وتخمر. نتلاقاو من بعد. هانتوما شوفوا البيتزا تبارك الله شحال تنفخات. شوف خلينا تقريبا ساعة، دابا غتخرج منها الهواء صافي، وغادي ديرها بالمدلك ياك، وتقطعيها قطعها بهاد الساخنة صافي، ودير ليها الفرص السميدة ياك، الفرص باش نفينو صافي. هانتو تبارك الله، عجينة غير مزيانات. صافي كنطلقوها بالمدلك وكتقبها صافي، وكتقطعها في السخير وتحطيها في الماطات باش تدخلها من الفران. هيك الشف ديالنا، وانا كنطيب اختي البطبوط. شوفوا شوفوا، كتقولوا مو فنان، ابا واحد يقول مو فنان، ياك هادشي اللي كيقول. بلاص ما تبقاي تحطي كل وحده وديري، هادي سهله الامور، هي كديرها كتقبو شي خضره كتبدا تقطعي واي صافي، وتقطعي ايوا صافي. كندخلوها للفران كما كتشوفوا، درجه حراره 180 صافي، غير كنحسوا بها طابت، ماشي طابت 100%، وانما بحال الا سهضت. انا غنوريكم كي كتولي، كتبقاش عجينه، كتولي شاده في راسها، كنخرجوه مره مره كنبقاو نطلعوا عليهم. انا غنوريكم كيفاش طابوا، ها هما طابوا، شتي كي كيولي. شوفي انت كي وجهها كي ظهرها، ولكن على مزيانات كي قلت لكم، باش ملي كتعمروها كانت تعمروها عادي وتدخلوها كتخرج مقرمله ديجا، راه لاصوص والطون راه زعما ماشي ما يحتاجش زعما طياب. وانا البيتزا ديالي الصراحه ما كنطيب لها بصله لا فلفله حتى حاجه، كنخش نديرهم هكاك خضرين، غير الصهد ديال الفران كيخرجوا. يا سلام. ايوا ها هي يا اختي لاباط ديال البيتزا يا اختي، غنعمر بقاوتي بردو. هانتي شتي ما محمراش، مكيناش شي تحمير، كتبقى هاكا، وليني راها طيبة نص طيبة. المهم فهمتوني، راه تبارك الله ما شاء الله عليكم، راه حادقين. ها هي كي ها هي طيبة، وها هي خضرة شتي. ايوا هادشي اللي كاين، جربوا هاد الطريقة ودعيو معانا اختي، حنا لي توينز، توينز مريمات.
يلا شجعونا. يلا سلام عليكم.